الأجواء. أنت قلت شوف فرحة ديالنا فرحة كبيرة، حيت فرحنا هاد الجماهير اللي كانت تحت الشراقات، والحمد لله تشكر للعادة اللي كانوا رجالوا قدوا يفرحوا هاد الجماهير هاد، وكنوعدوا إن شاء الله مازال نقولوا كلمة ديالنا إن شاء الله ونطلعوا للبروميسير إن شاء الله. جميع ساكنات الحي محمدي فرحان بانجاز كبير اللي هو كاس العرش الاليه. اذا اليوم استقبل استقبال تاريخي، استقبال فاتحي داخل الملعب في طرف التقديم، كنشوفوا اللاعبين طاقم التمرين كلهم كيتفاجئوا بهذا الاستقبال الكبير من الجماهير. حتى كنتظر غادي يكون هذا الجمهور بحال هكا، كنا كنقولوا هذا الجمهور ولكن ماشي بهذا الكم الكبير جدا. هذه فرحه كبيره لدى ساكنة الحي محمدي، هذا انجاز. نتمنوا اننا نستجيبوا النداء ديال الساكنه اللي وصلوا يلا نعود الى المكان الطبيعي. جيبي ساكنه الحي محمدي في الامتحان يلا. وتحية من جديد باس، ونعتبر هذا الفريق وهذا الإنجاز أوري المغرب كله إن شاء الله. وحنا تنعرفوا بان الاتحاد بيضاوي مدرسه كبيره في كره القدم،
ربما هذا التتويج ديالك نتمنوا يكونوا انطلاقه باش ترجع للموقع ديالها الحقيقي هو قسم الوطني الاول، لانها نجمه النجوم ولاعبين وكانت كطعم المنتخب الوطني وكانت كطعم جميع الفرق الوطنيه. Oh yeah.
انت جا كتكلمنا كي جا هذا العرس هذا اللي كنتي فيه وهذا الحفل الفحي محمدي؟ الصراحه هذا تاريخي، هذا عرس تاريخي، واحد تاع الحي المحمدي مريم صفر مصروف هذا الكاس هذا، لأن كنا كنتسناو هذه أكثر من 70 سنة. تبارك الله عليهم داروا مجهود كبير. لسا المطر. وليك ديال الحي المحمدي كان يصفر ولا حتى المغرب في المكر. فهنيئا لك يا سيدي عمر، كنتمناو لك الشفاء. مريض شوية. شوية الله يشافيك يا سيدي عمر.